ما نعم. يا اخي الكسكسي يتحط كي المقفول، معناتها كي نكمل نحط لي زانغريديون اللي في المقفول ونحط الكسكي سي بون باش نخليه يغلي، نحطه بعد ما يغلي الماء بعد ما مرقت سي بون، نحطه بعد طول دوبا نمرق والا نستنى حتى لين الماء يغلي وبعديك نحط الكسكسي؟ شوية ما زلت ما خلطتوش، نخلطه بكركم وفلفل اكحل وزيت هكاك وماء به كهو كيس تعطيه ماء مش برشا دوب الليش ماذا بيك يشرب مرقته اكثر به وحطوا طول خلطوا حطوا الطول بعد ما تحرك فيه من علي. 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 تعرس لي علاش علاش حرام عليك تعرس لي كان ما عرستلكش راك قرر رجل ذبحتني من تاني لطفة علاش نذبح فيك